لا تبكين لا لا تهلي حرام يذبل ياسمينك يا رحبة. 56 قصيدة من الشعر النبطي التراثي غلبت عليها المواضيع الوطنية والوجدانية والاجتماعية، تضمنها ديوان مصور بالعشاء للشاعر عبد الكريم العفيلي الذي احتفل بتوقيعه في مدينة الحسكة. اخترت قصائد قد تكون من بداياتي وقصائد عمرها أشهر، اعتمدت التنوع فيه أكثر ما يكون هو الديوان في حالات نقد اجتماعي، وخاصة لدينا في مجتمع الجزيرة ظهرت ظواهر لا تمد للعادات والتقاليد وأصبحت محدثة ودخيلة، فلذلك حاولنا بما أنه الشاعر هو لسان حال المجتمع حاولت أن أنبه لهذه المسائل وهذه الأمور المحدثة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة، أيضا يشتمل إلى على قصائد تحتوي فلسفة ذاتية للشاعر، قصائد تعايش الواقع، قصائد وطنية أخذت جانب كبير في هذا الموضوع. هو في شعره لامس قضايا مختلفة، هو جدد في بنية هذا الشعر فوظفه، أخذ القالب الشكلي ولكنه طعمه من حيث اللغة والبناء والأفكار والموضوعات التي عالجتها بروح عصرية. بالتشارك مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية عملنا على دعم الجمعية في هذا النشاط المميز في دعم الثقافة، ثقافة المجتمع وتوقيع ديوان الشعر عبد الكريم العفيدلي الشعر النبطي. رأينا أن هذا الشعر مميز وينهض على مستوى الثقافة في هذه المحافظة والمحافظات الشرقية بشكل عام. نحن كجمعية خور نحاول أن يكون دائما في عملنا جديد متفرد ومميز وله علاقة بالجانب الوطني. احتفال توقيع الديوان الذي أقامته جمعية صفصاف الخابور الثقافية والبر والإحسان الخيرية تضمن قراءات شعرية منوعة من قصائد الديوان ودراسات وشهادات أدبية حول مضمون قصائده وتجربة الشاعر في كتابة الشعر النبطي الذي يعد من أبرز أصناف الشعر التراثي الذي تزخر به بيئة الجزيرة السورية الثقافية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة.